مع انطلاق الثورة الصناعية الأولى في بريطانيا عام 1750، تراجع حجم العمل اليدوي وتغير نمط الإنسانية المعتمد على الزراعة، وأصبحت الصناعة عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي. زاد الإنتاج ونشطت حركة التجارة، وتحولت الصناعة للسلاح الأول لمعظم دول العالم للخروج من معدلات الفقر العالية والبطالة والوصول للرخاء والتقدم. ومع ظهور مصطلح العولمة تطور مفهوم سلاسل الإمداد، وأصبحت الدول تعتمد على مصانع خارج أراضيها لإمدادها بمتطلبات الصناعة المحلية. وعلى مر السنين ساهمت الصناعة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 25-30%، وكل فترة الاقتصاد العالمي كان بيواجه أزمة بتوقف النمو المدفوع بقوة الصناعة، الكساد العظيم. في الفترة ما بين 1929 لحد 1939 قل الناتج المحلي العالمي بحوالي 15%، وحركة التجارة العالمية بمقدار النص تقريباً. وجت أزمة 2008 وتسببت في خسارة الاقتصاد العالمي ل2 تريليون دولار. ومن وقتها ولحد 2018 كان العالم بيرجع بالتدريج وبشيء من الحذر. في الفترة دي وصل متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي لحوالي 3.57%، وسجلت تقارير البنك الدولي في 2018 وجود نشاط واضح في الاقتصاد العالمي وصلت قيمته لحوالي 133 تريليون دولار. وبدون أي مقدمات العالم كان في مواجهة صدمة جديدة غير متوقعة، فيروس كورونا، ويعيش بعدها العالم في حالة شلل شبه كامل. لأول مرة الاقتصاد العالمي المتشابك والمدفوع بقوة التصنيع بيواجه وباء ضخم، وباء أجبر العالم على التباعد الاجتماعي والحظر الصحي والإغلاق العام. سلاسل الإمداد توقفت، المصانع مقفولة، عجز في توافر المنتجات الأساسية، إنتاجية أقل، وانكماش في حركة التجارة. وكل ده انعكس على حياة الملايين، ملايين البشر فقدوا وظيفتهم. عدد اللي بيعانوا من الفقر الشديد زادوا بأكتر من 100 مليون إنسان، وبتمر الأيام والأزمة بتعدي، المصانع بترجع تشتغل من تاني، والعالم بيتعافى من كورونا، لكن من جديد حركة الإنتاج بتتوقف، والسبب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. العالم بيدخل دوامة جديدة، والمرة دي الأزمة بتطول 2 من أهم القطاعات الاقتصادية، الغذاء والطاقة. الحرب رفعت أسعار الغذاء عالمياً بنسبة 25%، وارتفعت أسعار الغاز في الشهور الأولى من الحرب بنسبة 26%، والبترول بنسبة 100%، وحتى أسعار الفحم زادت بحوالي 37%. الحرب كمان اتسببت في زيادة اضطراب سلاسل الإمداد للمرة التانية، ضربة قوية للاقتصاد العالمي بوجه عام، وقطاع الصناعة بشكل خاص بسبب أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام. نتج عنها موجة من التضخم اجتاحت العالم بالكامل. ومع أزمة سلاسل الإمداد مفهوم العولمة في حركة الصناعة اتغير تماماً. أصبحت الدول بتتجه لتوطين الصناعة والاعتماد على المجهودات المحلية في الصناعة لسد العجز. وفي مصر نتيجة جهود السنوات الأخيرة قدرت البلد تمتص الأزمات وتقلل من حدة تبعاتها، وخرجنا منها بأقل الخسائر الممكنة. في سنة كورونا 2020 حققنا معدلات نمو إيجابية بـ 3.6%. في يونيو الماضي عجز الميزان التجاري بيقل بحوالي 450 مليون دولار عن السنة اللي فاتت، والسبب كان تطوير البنية التحتية لتدعيم حركة الصناعة والتجارة، 7000 كيلومتر طرق جديدة، تطوير وإنشاء خطوط سكك حديد بامتداد 10000 كيلومتر، قناة سويس جديدة، إنشاء وتطوير 12 ميناء بحري وثلاث مواني برية بقيمة 129 مليار جنيه، تطوير منظومة الكهرباء بقيمة 1.5 تريليون جنيه، ودعم القطاع الصناعي بمجمعات ومدن صناعية متكاملة، 17 مجمع صناعي، 4 مدن صناعية، 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي. ولإكمال جهود الإصلاح تم تدريب وتأهيل عدد كبير من الشباب اللي بيمثلوا 50% من عدد السكان، وبكده
تم تطوير أهم عنصرين لتحقيق النهضة المطلوبة: بنية تحتية قوية وأيدي عاملة مدربة. التحركات المصرية في السنين اللي فاتت بالإضافة إلى فوائد الطاقة كانت سبب في جذب أنظار المستثمرين. في 2016 بدأنا نحط أسس نهضة مصر الصناعية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالكامل، وفي قلبه القطاع الصناعي، خط الدفاع الثاني عن الدولة. وعلى مدار 100 سنة نجح اتحاد الصناعات المصرية في أصعب الأوقات في مساندة ودعم الاقتصاد المصري، وأصبح صوت الصناعة في مصر. الاتحاد اتحرك بشكل منهجي لتلبية احتياجات الدولة المصرية في الصناعات الغذائية والدوائية والاستراتيجية بمختلف أنواعها، ورسالته هي تحفيز النمو الاقتصادي الصناعي على الصعيد المحلي ورفع مستوى الصادرات لتعزيز قدرة التنافسية العالمية. بمساعدة عدد كبير من رجال الأعمال تم ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات دعمت قطاع الصناعة في مصر، واللي اتزرع في سنين ظهرت ثماره على هيئة مصانع وفرص عمل للملايين، والعديد من المبادرات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المتعثرين. وده انعكس في زيادة معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لحد ما وصل في 2021 لأكثر من 400 مليار دولار، يعني تقريباً الضعف في خلال 5 سنين بعد ما كان 236 مليار في 2017. مسيرة التنمية هتفضل مستمرة، والهدف صناعة مصرية قوية نفتخر بنجاحها، وده مش هيتحقق غير باتحاد كل المصنعين المصريين والوقوف في ظهر الصناعة المحلية. وزي ما عدت 100 سنة كان فيها اتحاد الصناعات هو صوت الصناعة المصرية، هنكمل لسنين جاية نبني دولة صناعية قوية ونرسم مستقبل ولاد مصر.